عودي معكم مشاهدينا لمتابعه القسم الثاني من حلقتنا لليله مع كابتن فادي باسيل من بنك اوف بيروت. كابتن فادي، رح نشوف مشاهد بهذا القسم عن المباراتين الفاينل فور اللي يعني للاسف مش الكل قدر يحضر المباراتين، يعني بدك تنقي وحده من الاثنين لحتى تقدر هذه الشغله تحضر. يمكن اللي كان شوي انه كان بيقدر يستمتع فيها جمهور الفرق الاربعه، يعني يقدر يحضر الفريقين الخصم، بس يمكن هذه لدواعي النقل التلفزيوني اللي كان مقرر بالسيمي فاينل وما قدر صار وراح يصير بالفاينل ان الله راد. ان شاء الله نقدر بغير مره نشوف هالقصص كلها سوا. على كل حال رح نحضر يعني مشاهد من صداق غبيري الماتش هذا اللي انا ما قدرت احضره صراحه لانه كنا عم نتابع مباراتنا نحن. صحيح. اذا مشاهد من مباراه الفاينل فور الاولى بين صداق والغبيري اللي مذكر انه فاز فيها فريق بلديه الغبيري بنتيجه 4-2 على الصداقة على ارضه. خلينا نشوف المشاهد اذا مع داني. المباراة إذا عم تلعب على ملعب الصداقة، الغبيري عم بيهجموا من يمين الشاشة إلى يسار بالزي الأحمر والأبيض، والصداقة من يسار الشاشة إلى يمين بالزي الأسود. كان عندك تعليق؟ هو الملعب بتقول معتمد من قبل الفريقين. نعم، لأنه رح نشوف الليلة كمان المباراة على نفس الملعب. نعم، كمان مثل ما عم نشوف يعني غياب الجمهور، غياب الجمهور صحيح، نظرا للاوضاع الامنيه شغله لافته جدا بمباريات شيقه جدا كانوا المباريتين، يعني على الملعبين شيق، يعني كثير كانوا حلوين مباريات، ومثل ما قلنا نقص جمهور. يمكن كمان الشغله اللي اثرت اكثر انه المباريتين منقولين بذات، يعني عم يلعبوا بذات الوقت، يعني تقريبا جمهور الفوتسال اللي اكثريته بتشوفه بالملاعب صار منقسم تقريبا، يعني هي كمان اثرت كمان تقريبا. عم نشوف بعيد المباراة لاعبين سابقين بالصداقة عم بيكونوا هلا عم بيشاركوا مع فريق الغبيري وقدروا يفوزوا على ناديهم السابق. هون عم نشوف محمود دقيق وحسن بيجو يلي تألقوا بالمباراة وقدروا يسجلوا أهداف. يعني هون الفريق الصداقة استغنى عن هول اللاعبين، هلا عم يلعبوا ضده ويفوزوا عليه. هلا ما فينا نقول استغنى لانه كمان فريق الصداقة عنده كوكبة من النجوم، يعني وما في كمان يحجز، وهيدي من حلاوة الفوتسال انه هاللعيبة انتقلت لأندية وصارت موزعة على ثلاث اربع أندية. هذا اللي عم بفرجينا فاينل فور حلو، عم بيكون في اربع فرق قريبة جدا من مستويات كلها حتى يكون تنافس مثل ما شفناه بمباراتين السابق. نعم، هون التنظيم الدفاعي الرائع عند فريق الغباري يلي عم يمنع الصداقة انه يسجل اكثر من هدف واحد بالوقت الاصلي، يعني ب 40 دقيقة نادي كبير مثل الصداقة عم بيسجل بس هدف واحد، يعني هون كريدت كثير كبيرة لفريق الدفاع فريق الغباري. هيدي شغلة كثير لافتة، وهون كمان ما فينا ننسى انه في عندهم لاعب خبير وقدير جدا بنادي الغباري هو الكابتن ابراهيم حمود. يعني اللي هو من لاعب سابق لمنتخب لبنان وخبرة عالية جدا. نعم، هذه شغلة كمان لإدارة الدفاع. صحيح من صحيح. كمان يعني عم نعطي كريدت للغبيري المباراة الرائعة يلي قدموها. كمان بدنا نلفوت لغيابات عند فريق نادي الصداقة. صحيح. أولا كريم أبو زيد يلي شركه المدرب حسين ديب مع رغم إصابته. نعم، هذه كمان شغله بتأثر أكيد يعني. طبعاً يعني إذا عم نلاحظ هاي طابة كريم اللعبة هون على الواقف بتحسه لكريم ما كتير عم بيشارك كان باللعبة. نعم، وأيضاً الكابتن منتخب لبنان قاسم عصام كان مريض. مريض مزبوط، هيك عرفنا بالمباراة. وأيضاً شارك وبعد المباراة. صحيح. يعني صار عنده وضعه الصحة ما كان منيح. صحيح. كمان هول يعني نجمان من الصداقة كانوا بوضع منه منيح، اكيد هيدي رح تاثر طبعا عارفة. هذا سبب من الاسباب طبعا الخساره، بس هذا كمان شيء ببرر، يعني انه ببرر كمان بقول انه فريق الغبيري فريق كبير كمان وقدم مستوى لافت خلال البطوله كلها، وعم بيترجم هالشيء بالمباريات بين الفاينل 8 وهلا بالفاينل 4، يعني ترجم المستوى الجيد اللي قدمه خلال البطوله. ما فينا نقول انه بالصدفه وصل فريق الغبيري لهون. نعم، يعني عم نعطي كريدت لفريق الغبيري. طبعا هيدا. طبعا طبعا. وبعدين ما تنسى فريق الصداقة هو فريق كبير وحامل اللقب، يعني وقتها بكون عم تلعب انت ضد حامل اللقب بتحط كل شيء عندك. نعم، كمان بدنا يعني نشير لتألق الحارسين. صحيح. علي الحسيني من قبل بلدية الغبيري، وايضا ساركيس اسكيتجان من بلدية من فريق الصداقة. وهون الهدف الاول لبوريس تيزمار الصربي الصداقة اللي عم يفتتح التسجيل، الهدف الوحيد بال 40 دقيقة الأولى، وهدف جميل. صحيح. جدا كان. صحيح. نعم، هون تألق للحارس الحسيني. علي الحسيني
يعني ها كمان عم كمان نشوف ساكو صح. هذا بثبت كلامك اللي كنت عم تقوله قبل شوي. نعم الحارسين كانوا بفورم عالي، شفنا الوضع البدني عند فريق الغبيري اللي قدر يضاين شوط اضافي ايضا صحيح، جارة فريق الصداقه يعني. هذا للفتره اللي كانت معطاه للتحضير للمباريات هذه، وتحضروا بشكل جيد جدا. وما ننسى كمان انه لعيبه الصداقه في عنده لعيبه منتخب كانوا مع المنتخب الوطني، هذا كمان ممكن سبب ارهاق لهم كمان تعبانين اكيد، يعني هذا كمان عامل اضافي بينضاف للعوامل اللي ادت لخساره فريق الصداقه. نعم على كل حال كمان بنك اوف بيروت صحيح، نحن عانينا من هالمشكله شوي كمان، والجيش كمان والجيش طبعا شفنا انخفاض بلياقه الجيش عبر مع مرور المباراه زمن المباراه. نعم هذا على كل حال نتركها للتعليق على مشاهد مباراه الجيش وبنك اوف بيروت. منتابع مع هيدي المباراه وكمان كابتن ربيع ابو شعيه اللي كان عم بيشارك ايضا. كابتن ربيع يعني خسر التو فيكسترز، يعني وحده مع الجيش صحيح من وراء الكواليس، وحده مع الصداقه على ارض الملعب. فريق الصداقه يعني تمرينات عديده خلال الجمعه خلال الاسبوع، عدد كبير من النجوم على راسهم المدرب حسين ديب، وعلى الرغم من ذلك ما شفنا هالسيطرة هالفرص الكبيرة على فريق الغبيري، الأهداف الفرص، يعني شو السبب؟ غير الأسباب البدنية اللي حكينا عنها غير الأسباب كمان في عامل التوفيق، هيدا عامل كتير أساسي. أوقات بيكون بدنا نقول فريق ما بيكون بيومه، ونهارة يمكن كمان توفيق عامل توفيق ما كان كتير عم يساعد فريق الصداقة، بالرغم انه حسب ما مبين انه المدرب حسين ديب جرب بتصور باور بلاير، لشفت شي لعيب كمان صحيح عم صحيح. بي بس مش هلا يعني الباور بلاير راح يعني شفت انه ساكو هلا ظهر مش هلا الباور بلاير راح نشوف لايكو ساكو نيل الانذار الاول بسبب سوء تبديل صح. راح نتركها فول رن ما راح نعمل مونتاج عليها. لاحظوا ساكو يعني بعد دخوله على الدقيقه ذاتها راح ينال الانذار الثاني ويطرد. لايكو بلا مونتاج رح نترك فول ران الفيديو ورح نشوف ساكو نال الانذار الاول بسبب سوء تبديل ورح نعالج الحاله الثانيه اللي رح نشوفها هلا مع كابتن محمد الشامي بالقسم الثالث. رح نشوف ساكو كيف رح يطرد يعني بالدقيقه ذاتها، بعدنا بنفس الدقيقه، هيدا يمكن اسرع طرد السنه. لاحظوا عرقله قويه كثير داخل منطقه الجزاء، رح حتى إذا بتشوف ساكو هو كمان مش عم بيعترض على قرار الحكم لأنه واضح الفاول اللي عمله يعني. نعم هون بنفس الدقيقة يعني عم نشوف إنه ساركيس إسكيديان حارس مرمى الصداقة عم يطرد بنفس الدقيقة. هون بنالتي رح يقدروا فريق نادي الغبيري إنه يسجلوا ويعدلوا النتيجة بآخر 20 ثانية، يعني هون قلبت المباراة. يعني إذا بتلاحظ بعشرين ثانية قلبت المباراة على الصداقة كلياً، فريق كان منتصر بعد في 20 ثانية حارسه تلقى إنذارين بفترة كتير بسيطة قلبت الكلية المباراة رأساً على عقب. هذا عامل التوفيق اللي كنت عم بقول لك عنه قبل شوي كمان، هذا يعني سوء حظ. هيدي لعبة الفوتسال يعني صحيح، المباراة ما بتنتهي غير للثانية الأخيرة. هون يعني بلشوا احتفالات فريق الصداقة كان بلش عم يحتفل قبل اللي كان عم اللي صار السيناريو اللي صار، يعني لآخر ثانية صحيح ما فيها تنتهي المباراة. هذا الشوط الإضافي هون. نعم هيدا هدف تقدم لإبراهيم حمود. نعم إبراهيم حمود بخبرة عم يقدر يسجل هدف تقدم 2-1 لفريق بلدية الغبيري بشوط الإضافي. هون مروان زورا يعني ضيع ركلة جزاء على العشرة متر بعيدة، بتصطدم بالعارضة بتصطدم بالقائم. مروان زورا عراقي الصداقة، هون باور بلاير رح يقدر مروان إنه يعوض التضييع و يعادل الأرقام يسجل ويعادل 2-2. إذا النتيجة لهالوقت يعني مروان زورا ما يمكن هلا سجل، ضيع عارضة يعني ضيع بنالتي، وكمان رح نشوف إنه رح يرتكب خطأ ويؤدي لبنالتي. نعم يؤدي لبنالتي وتخسر الصدى. هون ليكو من وين بلش دقيق محمود دقيق يعني
لاعب رائع قدر يقطع عن دفاع الصداقة كله. نعم قطع عن كذا لاعب ليكو من وين بلش يعني من أول الكورت لآخره. هيدي هون يعني مشكلة كتير كبيرة عن فريق الصداقة، اتكال على بعضهم اللاعبين، صغرة بالدفاعات. أنا بقول في شغلة في هون عامل. نعم هون كمان كمان فاول من العراقي مروان زورا رح يعطي سمح لفريق الغبيري يحصل على ركلة جزاء بعيدة سجل منها بجول الهدف الرابع. أربعة أربعة اثنين علامة هون سجل الهدف. بدي أقول شغلة هون، يمكن اللي صار السيناريو اللي صار بآخر 20 ثانية أثر سلباً كتير على فريق الصداقة معنوياً، وعطى جرعة معنوية كتير كبيرة لفريق الغبيري اللي صحيح. فات بحماس كامل بالشوط الإضافي وأدى لها السيناريو هذا اللي صار. صحيح يعني مباراة دراماتيكية صحيح. هيدا الصفة اللي فينا نطلقها صحيح. على هيدا صحيح. المباراة يعني بعشرين ثانية كان فريق الصداقة معتبر حاله صار عنده فشخة كبيرة بالفاينل، قلبت الامور راسا على عقب عليه. نعم هارد لك اكيد هارد لك ومبروك كمان لفريق الغبيري اللي بيستاهل، قدم مباراه كثير حلوه. برجع بقول هارد لك كمان مره لفريق الصداقه ولحسين ديب كوتش الصداقه للكوتش القدير يعني كمان. نعم بنوجه له تحيه أكيد طبعا. خلينا ننتقل لمباراه بنك اوف بيروت والجيش يلي فاز فيها البنك بنتيجه 4-3 بعد ما كان متخلف بنتيجه 3-1، يعني منا كثير بعيده عن هيدي المباراه. طبعا كمان سيناريو كان هيتشكوكي يعني بالمباراتين. نعم خلينا نروح لكينا لحتى نشوف مشاهد من مباراة بنك أوف بيروت والجيش، يعني مباراة صاحب المركز الثاني وصاحب المركز الثالث. مباراة كان عبقود الحكمين فادي كالاجيان وفادي الأرح، وهون دي صمت على أرواح الشهدائي اللي سقطوا. مباراة كانت عم تلعب على ملعب أمين لحود، الجيش بالزي الأبيض والبنك بالزي الأزرق، وعم تعملوا بريس من أول دقيقة على فريق البنك لحتى تبعدوه عن المرمى. هون على فريق الجيش عفوا، وهون سيسي كمان بمحاولة يعني لعب بمنتخب لبنان، وهون الحج كمان بفرصة هذا الشوط كان متكافئ تقريبا يعني مع أفضلية نسبية للجيش. بسيطة للجيش مع أنه بالرغم ضيعنا فرص كتير نحن فيه. نعم فريق الجيش فريق إذا بدك مثل هالفرصة مثلا، هذه فرصة هون الحارس بطرس زخية كان بالمرصاد يعني. نعم وهون بنشوف غلطة محمد بيسي كمان عم بضيع فرص، هون أضاعوا الجيش كذا فرصة ورا بعضهم. نعم لا اجت اللحظه هون كمان مثل هذه طابت حسن حمود تاخر فيها وضيع كابتن حسن مجله تحيه اكيد. صحيح صحيح هون غلط من لاعب رقم 9 يعني اذا عم تلاحظ مباراة كانت هجمه بهجمه فرصه بفرصه لا يعني شوط كان ممتع جدا اذا بدك. صحيح هون مصطفى سرحان بخبرته هلا بعد شوي رح نشوف الهدف سنايبر مصطفى صحيح سنايبر يعني على هدفين بنفس الطريقة. صحيح صحيح هذا الهدف الافتتاح واحتفال نادي بنك اوف بيروت 1-0 بعد ما كان في شيء مبين هون. صحيح طابة مقطوعة هون احمد احمد خير الدين لاعب الناشئ، هذا من الصفقات الرابحة انا بشوفه كثير لفريق بنك بيروت هالموسم. نعم هوني كوتاني وفرصة ضايعة من فرصة كتير حلوة يعني. يعني شفنا الحارس بطرس زخيا عمل مباراة جيدة جدا على الرغم من بعض الأخطاء اللي أودت بأهداف بمرمي طبعا يعني. بس أكيد كمان صد العديد من الكرات يعني اللي كانت كمان ممكن تأدي لأهداف. وأشطة نفس الشيء يعني أشطة شيل كثير تصدى لكثير كرات وأخطأ مثل ما أخطأ مع المنتخب بالكرات العالية رح نشوفهم بعد شوي. وما فينا ننسى أنه مباراة كثير كبيرة وفي ضغط كثير كبير على الحراس كمان يعني هي. صحيح هون الجيش بيعتمد كثير على الكرات العالية، هيدا خطأ هذا اللي عم نحكي عنه. أشطة رح ينال الإنذار الأول بالمباراة وهذا الإنذار اللي كلفنا كثير يعني كان إنذاره الثالث لأشطة. نعم. رح يؤدي لتوقيفه مباراة اليوم. نعم أشطة يعني حسين همداني عم بيعاني من الكرات العالية، شفنا مع البنك بطابتين مرة نال الإنذار ما بيتحمل كل المسؤولية أشطة لحاله، في سوء تغطية دفاعية هون مثلا لعيب كان لحاله بدنا نضطر أشطة أنه يطلع عليه. نعم كمان. بس أكيد مش بهذه الطريقة. لا أكيد كوتاني هون عم يتلقى الإنذار أيضا. أشطة رح نشوفه كمان يعني هدف تاني ايضا رح يكون عم يتسبب فيه من وراء الكره العاليه. هذا كمان اذا بنلاحظ كمان انه اللاعب الجيش كمان كان غير مراقب كان لحاله كمان يعني الحج يعني اللي احتفل بطريقه والحج خبرته حلو. كانت منيحه وخصوصا هلا مع المنتخب يعني كمان ادى اداء كثير منيح. صحيح هون هذه الطابه يعني برجع بقول لك هذا الشوط كان متكافئ جدا، كان في كثير فرص للفريقين
نعم يعني هون الجيش قدر يسجل هدف التعادل ورجع ولع المباراة. صحيح صحيح هون هذا بعد الخطأ الخامس كان عنده ركلة جزاء. بطرس زخي حارس مرمى الجيش عم يقدر يسجل من ركلة جزاء على بعد 10 أمتار ويعطي التقدم بالشوط الأول للجيش بنتيجة 2-1. وهون إذا بتشوف هذه الصدى كمان بآخر الشوط الأول يعني هون استعراض يمكن. صحيح صحيح شوطة بعيدة هي. نعم محمد قبيسي يعني كمان عم يعمل شغل كتير كبير هون فرصة ضايعة على الجيش وتغطية جيدة من توتي. كمان الجيش بالهجوم يعني هون ممكن بلشنا الشوط الثاني. نعم هون هدف كمان هون كانت هذا كان الهدف انه كان مثل تثبيت اذا بدك تقدم فريق الجيش على 3-1. هون كنا بلشنا نعتقد كلنا انه المباراه صارت رايحه على المباراه عم بتصب لصالح الجيش 3-1 بعد في 11 دقيقه ونص وهون بلشت الباور لعبه الباور بلاير من قبل كوتش ديجان 11 تقريبا بلش الكوتش ديجان عم بيلعب الباور بلاير. نعم يعني 3-1 نتيجه كبيره الجيش على البانك. صح كنا عم نعتقد انه خلص والجيش من الفرق اذا تقدم صعب كثير ترجع انه أشطوا التقدم اللي تقدم فيه. صحيح هلأ الباور بلاير خلينا نقول أنه لعبت لفترة طويلة. صح والهدفين يلي إجوا ليعدلوا الأرقام ما إجوا من باور بلاير. صحيح إجوا من واحد منهم إجا من باور بلاير والتاني ما إجا. هون كنت إذا بدك حتى اثنيناتهم هلأ بنلاحظ يعني يمكن اثنيناتهم لا يعدوا من الباور هن إيه لا يعدوا من لا مثلا مثل هيدي الطابة هون حيضا نصيف عبود نصيف عبود عم بضيع هدف بس هلأ عم بعوضوا بهدفين يعني نصيف صحيح. عبود نانو يمكن منه من نجوم الفريق بس هون كان تبديل موفق من الكوتش ديجان. نعم. قرى المباراة نزل نصيف نصيف هون نانو خطف الطابة وقدر يسجل بسهولة يعني هذا هدف يمكن بيتحمل مسؤوليته الحارس. صحيح هدف صحيح. سهل بس بدي ألفت نظر لشغلة نعم. إنه نصيف عم بيكون من اللاعبين البارزين جدا بالتمارين. نعم. هون الهدف الثاني لنصيف هدف رائع أجمل جداً. الأهداف ممكن تشوفه بكرة رأسية بمباراة فوتسال. نعم. هون يعني صحيح ما كانت اللعبة إنه عن طريق بس كان السيسي موجود بدل الحارس بالملعب كانت اللعبة كلها أساسها باور بلاير بس كانت من ركنية إذا بدك يعني. نعم إذا نانو عم يقدر يعطي التقدم لك هون السنايبر مصطفى سرحان عم بسجل مثل ما سجل هدف الافتتاح طبعا عم يعني بظرف قليل قدرته ترده قلبت المباراة كمان هون يعني من نتيجة 3-1 لنتيجة 4-3 هون لعبة خبرة مصطفى وخبرة الكوتش ديجان أنا بشوف هون شوي كمان بالتبديلات اللي كان عم يعملها ولعبة الباور بلاير اللي هي أنا بشوفها سلاح ذو حدين. نعم. يعني ممكن تخسرك وممكن تقول المباراة نعم. كمان بس ما عندكم شيء تخسروا لأنه مش عم تخلقوا يعني خسران فرص. بدك نعم. بدك تلعب نعم يعني ما كنت قدرتوا ترجعوا بالمباراة لو ما لعبتوا الباور بلاير وتشكلوا الضغط مش بس إنه ما قدرتوا تجيبوا هدف منه مش هالمشكلة المشكلة إنه خلقتوا ضغط كتير كبير على الجيش صاروا مضطرين يضلوا بالزون طبعا. إذا لاحظت المباراة يعني من وقت تسجيل هدف الجيش الهدف الثالث قلبت المباراة كليا يعني صارت مباراة إذا بدك عميلي وحدة صارت عم تصير المباراة صحيح هون احتفال فريق البنك بالنتيجة بالآخر بعد الانتصار. نعم يعني هون ما بعرف كوتش ديجان خسران 3-1 قدر يقلب المباراة رأسا على عقب ما بعرف إذا تكتيكيا أو كان في نوع من الحظوظ عند فريق البنك هيدي نتركها. المهم يعني كنا عم نشوف كابتن فادي عند فريق البنك بنفس الدقيقة عم بفوت عدد كبير من اللاعبين ويخرج عدد كبير يمكن هذا نوع من استراتيجي كان متبعه المدرب لحتى يخلق ضياع بدفاع الفريق الخصم كمان يعني يعني عم نشوف أربعة عم بيهجموا بيرجع بطلع أربعة بفوت أربعة يدافعوا يعني حسب هجمة الفريق يعني كوتش ديجان ده عنده أكيد مدرسة أوروبية كمان كوتش ديجان نعطي يعني كريدت أكيد نعم. له كمان في كريدت كبير للاعيبة اللي قدروا كمان يعني بفوتوا بالوقت الكتير قليل ويعطوا كل شيء عندهم ويقدموا مثل ما قدموا أدى ل يعني قلب النتيجة كمان في كريدت للاعيبة وفي كريدت للكوتش كمان بذات الوقت. نعم لو البنك خسر هيدي المباراة 3-1 وما قدرتوا ترجعوا ما كانت نهاية العالم كانت إنه بدها تكون إنه فشخة لورا ما نهينة كانت بتحطنا اليوم قدام ما بلشتوا تحطوا أسئلة يعني بوقت ما كنتوا خسرانين 3-1 البنك بيروت هلأ نحن كنا قاعدين كإدارية وكجمهور لا. فريق النادي كنا قاعدين نحن كنا على المدرجات عم بتفكروا إنه البنك عم يخسر لك بدي أقول لك لشغلي إنه للصدف يعني كان قاعد أحد أعضاء الإدارة قاعد حدي كان كل الوقت عم بيقول لي إنه أنا حاسس بعد بده يجي بدها تيجي المباراة لأنه عم بيضغط فريقنا عم بيضغط وما عم بيتوفق
بقى انا كمان عندي كده شعور داخلي يعني انه فيها الروح الايطاليه الموجوده، ومثل ما بتعرف انت ومثل ما شفنا قبل شوي انه مباراه فوتسال ما بتخلص الا بالثانيه الاخيره لما بصوفر الحكم، يعني على 15 ثانيه قدر فادي الغبيري يقلب تقلب تاخر ولا تقدم، وهذا اللي صار معنا كمان نحن. نعم مباراتين رائعه يعني كثير حلوين، يعني هذه خساره كبيره لجمهور الفوتسال ما يقدر يحضر هيك مباريات، يعني هذا بسبب الاوضاع الامنيه وبسبب ايضا فتره الاعياد والتوقيت المباريات اللي كانت كلها عده عوامل ادت لانه نعم. يصير هالشيء. طيب خلينا نروح لحتى نحضر هدف الاسبوع، يعني هدف رائع جدا كنا حضرناه قبل شوي. بنشوف جول اوف ذا ويك لمين راح هذا الاسبوع، يعني هدف جميل جدا، نصيف عبود بكرة رأسية بالزاوية يعني الثقيلة، نادرا ما تشوف هدف بالرأس بمباراة فوتسال. صحيح شفنا كمان جول اوف ذا ويك مرة للاعب اليوجي بمرمى بنك اوف بيروت، يعني هون لك بالمليمتر يعني صحيح صحيح صحيح. نانو قدر يجيب هدفين من مشي يعني صحيح. ورجع البنك، فينا نقول نصيف عبود هو رجع البنك، كان منقذ بهالمباراة نصيف عبود اكيد. يعني برجع بقول لك نصيف عبود من اللعيبه انه اللي بالتمارين عم بفرجي مستوى كتير عالي، يمكن ببعض حتى كمان اذا نجي نفتش نصيف عبود معه على غرار على يعني مسيره البطوله عنده تقريبا 20 هدف، يعني مش انه بالصدفه كمان نصيف كان هون يعني. نعم اكيد يعني بنعطيك كريدت لنانو. هلا يمكن اكيد بالمباراة اللي جاي رح يكون عنده دور أكتر أو أكبر، هيدا أكيد بيرجع على الكوتش، يعني هو كل شيء استراتيجي نحن عاطينه ملء الحرية للكوتش يتصرف. طيب خلينا نتوقف مع بريك، بعد البريك بيطلع معنا كابتن محمد الشامي لنحكي عن التحكيم، أيضا نشوف ملف الدرجة الثانية والبطولة الإناث، وكمان بدي أخذ منك توقعات للمباريات اللي جاية. مشاهدينا دقائق قليلة ونرجع معكم.